فاهمني؟ استورد مكتب الأمم المتحدة القامشلي برنامج الأغذية العالمية هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تتعرض منطقة الجزيرة وكوبان إلى كارثة إنسانية واقتصادية نتيجة الحرائق المفتعلة للمحاصيل الزراعية في هذه المنطقة والتي انتشرت في كافة المناطق وبشكل شبه يومي مما أدى إلى إحراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. إن منطقة الجزيرة وكوبان تعتبر بحق سلة الغذاء السورية، ونظرا لحجم الكارثة التي تهدد الناس بالفقر والمجاعة فإننا نناشد الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمية وهيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بتعويض المتضررين من هذه الحرائق، ويحثون الأمل بأنكم ستكونون سندا بتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين من أبناء المنطقة واعتبار الجزيرة منطقة منكوبة، كما نهيب بكم العلم من خلال مؤسسات الأمم المتحدة الكشف عن الجنات وتقديمهم للعدالة. القامشلي 20/6/2019، منظمة آفرين، منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، منظمة المرأة للحزب الديمقراطي التقدم الكردي في سوريا، اتحاد نساء الكرد في سوريا. Yeah.